بعد فوز رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة إثر جولة الإعادة، متقدما على منافسه مرشح المعارضة كمال أوغلو، يواجه أردوغان تحديات داخلية وخارجية ليس أقلها الأزمة الاقتصادية في البلاد وتراجع الليرة التركية، والذي يقول المحللون إنها نتاج سياسته الخاطئة على مدى أكثر من عقد. هناك ميراث يحمله الآن الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار في داخل الدولة التركية. هذا ملف ينبغي أن يهتم به، وأعتقد أنه سيكون عقبة ترهقه وترهق الحكومة التي سأختارها كثيرا. الملف الثاني هو الملف الذي صدرته المعارضة التركية، سواء من حزب الشعب الجمهوري أو المرشح الآخر السيد كمال أوغلو، قضية الحريات، لأنهم يروا أن تركيا لا يوجد فيها القدر الكافي من الحريات والممارسة الديمقراطية السليمة، وينبغي أن يسعى الشعب التركي لأن يمارس هذا الحق، ولكن الحكومة هي المسؤولة. تحد آخر ليس أقل أهمية يواجه رئيس النظام التركي بعد إعادة انتخابه يتمثل في ملفات خارجية معقدة، أبرزها علاقات تركيا مع محيطها الذي شابتها توترات وخلافات وقطيعة على خلفية سياسات أردوغان وتدخلاته في شؤون الدول الأخرى، بدءا من سوريا ووصولا إلى العراق، وليس انتهاءا بليبيا وإرساله مرتزقة إلى هناك، ما جعل الدول العربية تتعامل مع تركيا بشكل حذر. لكن محللين يتوقعون أن تركيا ربما تلعب على التهدئة في ملفات الشرق الأوسط. يرى كثير من المحللين والمراقبين للمشهد التركي أن رجب طيب أردوغان بعد وصوله للحكم ولفترة الرئاسة الحالية سيبدأ في تغيير سياساته في العلاقات مع دول العرب لاعتبارات كثيرة، منها وأهمها القرب الإقليمي والمناطقي من الدول العربية، فضلا عن الموارد التي تحظى بها البلاد العربية، فضلا عن الاقتصاديات الكثيرة التي تتمتع بها دول عربية منها طبعا دول الخليج. الملف العربي التركي ملف له تاريخية معينة، وهذه التاريخية فرضت عليه أيضا الحدود والجيرة. ويبقى ملف اللاجئين وخاصة السوريين منهم من أبرز الملفات المعقدة التي تواجه أردوغان في ولايته الجديدة، حيث أعلن عن خطة لإعادتهم وتوطينهم في الشمال السوري المحتل وإلى مناطق الحكومة السورية كأحد ملفات مدرجة على طاولة التطبيع مع دمشق، رغم الدعوات المطالبة بضرورة عدم ترحيل اللاجئين بشكل قسري وفي ظل عدم توفر الأمان ببلادهم.